Quel est ton nom ? بتبدأ القصة معنا مع واحدة اسمها درية، واللي بيكون عندها 22 سنة ومن القاهرة. بتقول ان هي دايما بيحصل معها حاجات غريبة ومرعبة وملاش اي تفسير لحد دلوقتي، زي اللي حصل معها من اول اعدادي، وان هي صحيت في يوم من الايام على خبر في وفاة والدتها، واللي طبعا بتكون مصدومة، وبالليل بترجع على الأوضة بتاعتها عشان تقعد فيها شوية، لكنها لاحظت جسم غريب ومرعب على السرير بتاعها، فافتكرت ان هي تهيؤات مش اكتر، وان هو اختفى بعدها على طول. ومن هنا ما بدأتش تحصل معها حاجات غريبة لحد لما دخلت على الجامعة. هنا بدأت ان هي تحلم تاني بالكيان المرعب ده، وبتسمع حاجات بتتحرك في البيت لوحدها، وللأسف بتشوف كل حاجة في مكانها، ولما بتصحى من النوم بتشوف آثار الضرب في جسمها في كل حتة. وأوقات تانية كانت بتشوف خدوش على ايديها ورقبتها، وان الموضوع طبعا ما كانش طبيعي، لحد لما حصلت حاجة كبيرة وما كانتش متوقعة. في يوم بتصحى من النوم وبتشوف كيان مرعب قاعد على السرير بتاعها، واللي بيكون شكله غريب ومليان شعر، وان هي مصدوفة من اللي شافته. وهنا طبعا ما قدرتش تصرخ او تعمل حاجة، وده لان اسمها تلبش ومعرفتش تقول اي حاجة. بعدها ما تعرفش اللي حصل، سواء نامت او كان كابوس، لحد لما بيجي تاني يوم وبتحكي البنت خالتها عن اللي حصل معاها، فبتقول لها ان هي تعرف واحد متخصص في الارواح، فبتروح معاها عشان تعرف الحل. وهنا الراجل بيكون شكله غريب شوية زي أي دجال عرفته قبل كده، وبيعرفها إن هي مشيت فوق سحر أو شربت حاجة فيها عمل وممسوس، وإن هي عملت حاجة غلط ساعة وفاة والدتها، واللي بكده خلت الأرواح تتعاطف معاها وتفضل معاها في كل حتة. وفي الآخر بيعمل لها حجاب عشان يفضل معاها، وبيطلب إن هي ما تقلعهوش مهما حصل، وبترجع تاني على البيت وبتروح على السرير عشان تنام شوية بعد يوم طويل جدا. وفي الوقت ده حلمت ان هي في ارض فاضيه وضلمه، وشافت كيان ضخم قدامها مع 3 رجاله مسنين وبيرسموا دايره حواليها وهي واقفه. بتحاول اكتر من مره ان هي تخرج من الدايره، بس في كل مره كانت بتخرج فيها بتحس النار بتولع في جسمها كله، وللاسف بترجع تاني عشان تحمي نفسها من النار. ولما بتصحى من النوم شافت جسمها مليان علامات حرق في رجليها زي اللي حصل معاها في الحلم، فبتقرر ان هي ترمي الحجاب اللي خدته من الدجال لانها شاكه فيه من الاول. وفضلت هنا تشغل القران عشان تحمي نفسها من البيت والكيان المرعب، وده لانها بدات تلاحظ ان الفيشه بتتشال لوحدها او حط بيطفي التلفزيون من غير اي سبب. والغريب ان الحاجات دي استمرت معاها اكتر من كام يوم، لحد لما حصلت الكارثه بتاعه النهارده. وفي يوم بتصحى من النوم على وجع قوي جدا جاي من راسها، واكن في حد واقف فوق دماغها. بتقول ان الاحداث دي هتحصل معاها لحد النهارده، وان هي واثقه ان في كيان مرعب معاها في كل حته، فيا ترى هي بتكذب ولا بتقول الحقيقه؟ ده اللي عاوز اعرفه منكم في الكومنتات، وتقولوا لنا يا ترى هي بتكذب ليه او بتقول الحقيقه، وده لو حصل طبعا مع حد منكم. وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، وده عشان تتابع معانا اقوى قصص الرعب الحقيقيه. ولو عندك قصه ممكن تسيبها لنا تحت في الكومنتات، وهنعمل عنها الحلقه اللي جايه. واشوفكم ان شاء الله في قصه جديده. سلام.